عن طريق لعب برونو لمسة تمريرة حلوة إلى إيغور. إيغور يا عيني يا إيغور، يا السلام يا السلام يا السلام على الفرسان. شباب الأهلي يتقدم الآن بأول الأهداف. إيغور جيسوس هو كلمة السر، هو كلمة السر. إيغور سجل أول الأهداف، أشعل القمة، بدأ المشوار بهذه الأمسية. واحد الأشيم، نعم إيغور يسجل ثالث أهدافه، لكن لمسة هدف، لمسة هدف كبير. إيغور جيسوس يسجل الآن في شباك الوحدة، في شباك أصحاب السعادة. السعادة أصبحت للفرسان الآن، السعادة للفرسان. واحد الأشيم، لكن تمريرة تيوري، تمريرة تيوري سيزار وضعت اللاعب إيغور أمام المرمى، قال له أنت وضميرك، أنت وضميرك، أنت وضميرك يا إيغور. وإيغور ما كذب خبر، وضعها في الشباك، سجل أول الأهداف في شوط المباراة الأول. ونادي شباب الأهلي يبحث عن الانتصار. رقم خريبين، عادت المحاولة الآن إلى إيغور، إيغور لكن لوكاس بيمينتا، بيمينتا عادها، والثاني، الثاني، نعم فعلوها مرة أخرى، فعلوها مرة أخرى. الفرسان يبحثون عن الانتصار السادس على التوالي، الفرسان يبحثون عن تجنب الخسارة. المرة رقم 19 إيغور جيسوس الهداف الكبير، أن يسجل في هذه الأمسية ويصل إلى رابع أهدافه، يصل إلى رابع أهدافه. قبل هذه المباراة كان عنده هدفين، الآن أصبح عنده أربعة، سجل هدفين في هذه الأمسية. لكن التمريرة من غليرمي، إيغور جيسوس المرمى خالي، وضعها في الشباك، سجل الثاني، أعاد فريقه مرة أخرى للتقدم. بل أراحهم الآن، أراحهم بهدف آخر، أراحهم بهدف آخر، يسجل في شباك الوحدة. نعم السعادة للفرسان، السعادة للفرسان. كرة منقولة عرضية، محاولة بالرأس والتقليص، التقليص، نعم التقليص يأتي، الوحدة يعود، الوحدة يعود، هدف تقليص الفارق. فرحة بالمدرج الوحداوي، فرحة بالمدرج الوحداوي. نعم لوكاس بيمينتا يعيد لهم الأمل، يعيد لهم الأمل، ليفرح هذا المدرج الآن، ليفرح هذا المدرج. في الدقائق القادمة تنتظرنا دقائق مثيرة، تنتظرنا دقائق مثيرة. هذه الكرة العرضية الرأسية من بيمينتا اللي صدت في القائم وراحت في الشباك، راحت في الشباك. سجل هدف التقليص، هدف إعادة الأمل، هدف يؤكد فيه الوحدة بأنه لم يرفع الراية بعد، لم يرفع الراية بعد. أحمد نور الله، أحمد إلى السمعة، إلى أحمد، أحمد إلى فاكوندو، السمعة يا عيني، يا السلام، يا حبيبي السمعة، يا حبيبي السمعة. أيدركني خوف والسمعة ذخيرتي، أيدركني خوف والسمعة ذخيرتي. هذا لسان الوحداوي، هذا لسان الوحداوي يا مكايم. إسماعيل مطر في سن الأربعين يسجل هدف الثاني في هذا الموسم. سمعة والأهداف، سمعة والتاريخ، سمعة وعودة مرة أخرى إلى المباراة، سمعة والسعادة، سمعة والسعادة. نعم السعادة أصبحت الآن كاملة بأوامر من سمعة، بأوامر من سمعة. إسماعيل ركنها، إسماعيل ركنها، نعم إسماعيل اللي يعيد مرة أخرى الوحدة إلى المباراة من اثنين لا شيء. أصبحت النتيجة الكربي فضل العودة إلى آلان، آلان عرضية عالية، محاولة بالرأس، مطالبة تسديدة، والمتابعة، والثالث، الثالث، نعم قلبوا النتيجة. الريمونتادا الوحدوية، الريمونتادا الوحدوية، عاد الوحدة من بعيد، عاد الوحدة من جديد، عاد الوحدة اللي لا يتأخر، لا يتأخر عن رسم السعادة، لا يتأخر عن رسم البسمة. هذه الفرحة الأجمل، الفرحة الأجمل لهذا الصغير. لكن خريبين من يسجل الآن هدف رقم 11، من أعاد لهم الأمور إلى
إلا الانتصار، إلى التفوق، إلى الأفراح. السعادة أصبحت كاملة، السعادة أصبحت كاملة. الوحدة يسجل الآن الثالث، والريمونتادا الوحدوية، الريمونتادا الوحدوية. عادوا من بعيد، عادوا من بعيد. روبن فيليب يسدد، حارس المرمى يشيلها، لكن أيضا اللاعب عمر خريبين. هذه الفرحة الأجمل، هذه اللقطة الأجمل، وهذا المدرج الأجمل، هذا المدرج اللي أعاد لهم الفرحة، هذا المدرج اللي لم يشعرهم أبدا بأنهم متأخرين بهدفين، هذا المدرج اللي ساهم في عدم رمي المنديلي الوحداوي. فرحة لهذا المشجع الوحداوي، واللقطات الجميلة. منافس سادالن هيان، السعادة عادت لأصحابها بعدما ذهبت لنادي شبل. المباراة الثانية منقولة عرضية بالراس، خلصوا، لا، عادوا، عادوا. العقدة تستمر، والوحدة اللي يعود مرة أخرى ويسجل الثالث. شباب الأهلي لم يرمي المنديل هو الآخر، لم يرمي المنديل هو الآخر، سجل الآن الثالث. أصبحت النتيجة 3-3، سجل الثالث رينان فيكتور، رينان فيكتور. نعم هو من سجل، لا، مونس دبور، مونس دبور لاحظ الكرة العرضية والمتابعة والرأسية، والكرة اللي بحثت عن مونس دبور راحت في الشباك، سجل الهدف الثالث.